نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قدسين في كل سيرة. هنا بنسأل سؤال، يا ترى صعب تكون قديس؟ كله ممكن يقول صعب، لكن هي مش صعبة. كل اللي عليك بس ان انت تسمع ربنا اللي بيقولك عليه ربنا، بس مش اكتر. دي حاجة سهلة جدا ممكن تعملها من غير اي حاجة. تفضل سهل. كل سنة بنيجي هنا الكنيسة وبنقعد نحتفل براس السنة وبعيد الميلاد، وبيت عادة ان احنا كل سنة نقعد كل واحد ياخد قرارات ويقول يا رب السنة الجاية انا عايز ابقى احسن، السنة الجاية انا عايز اضايق. ولو جينا في السنة وعملنا كشف حساب على السنة اللي فاتت مش هنلاقي اللي مكتوب في الكتاب حاسد في حياتنا. في تسالونيكي الاولى واصحاح 4 في آية حلوة أوي بتقول لأن الله يدعونا ليس للنجاسة بل في القداسة. احنا لو عملنا الكشف الحساب ده وقعدنا ندور على اللي احنا عملناه كل السنة مش هنلاقي ان احنا عشنا في القداسة كتير. ممكن واحد يقول لا انا السنة اللي فاتت دفعت كل شهوري، ممكن واحد يقول انا زرت مرضى، ممكن واحد يقول لا انا رحت الكنيسة فانا كده عايش في القداسة. كنت عايز اشارك معاكم في سفر الخروج اصحاح 13 وهو العددين، بنشوف الرب بيكلم موسى بيقول وكلم الرب موسى قائلا قدس لي كل بكر كل فاتح رحم من بني اسرائيل من الناس ومن البهائم انه لي. انه لي دي كلمه صعبه اني انا اكون للرب وانعزل عن العالم. ممكن تكون فكره صعبه لو احنا خدناها ان احنا اللي هنعمل كله، لكن ممكن زي ما قلت ادرس الاول هي سهله، هي فعلا فكره سهله لو سيبناه هو اللي يتصرف هو اللي يعمل. في التكوين فاول اصحاح مكتوب ان الله لما جاي يعمل النور قال ليكن نور فكان نور. طب الله برضك هو بعينه لان هو مش بيتغير قال كونوا قديسين، فاحنا من الطبيعي ان احنا نكون قديسين لان هو اللي قال لنا. وغير كده برضك هو خلينا على صورته، يعني المفروض احنا نكون زيه. اتمنى ان كل واحد فينا النهارده ما يقعدش يقول عقود وياخد وعود هو ممكن ما يقدرش يعملها، من الاكيد ان هو مش هيقدر يعملها، لاني بنعود الحاجات ان احنا اللي علينا كله، لكن بننسى في بعض الاحيان ان احنا لو سيبنا له كل حاجه هنكون ليه وهنبقى احسن وهتبقى سنه مباركه علينا جميعا. امين.